فوز عريض وفوز كبير للأهلي على سموحة في مباراة جمهور النادي الأهلي كله كان منتظر ردة الفعل. الفرقة الكبيرة لما تتعثر في مباراة وفي نتيجة لازم تلاقي من المدرب ومن اللعيبة ردة فعل، إزاي الرياكشن بتاع المجموعة، وده اللي كان كابتن محمود خطيب النهاردة منتظره أكيد من فريق الأهلي وبينجح، واللي كان موسيماني أكيد منتظره من لعيبته. والنهاردة مباراة كبيرة جدا للأهلي وفوز عريض 4-0 على منافس قوي ومنافس شرس ومنافس قدر أو استطاع أنه يتغلب على الأهلي في الدور الأول في مباراة شهدت يعني كثير من التغييرات، والتغييرات لها أهداف معينة، لكن هنتكلم بالتفصيل بالذات عن مباراة الأهلي وسموحة مع ملوك الدفاع سمير كمونة ومدحت عبد الهادي. كمونة وكابتن مدحت عبد الهادي، وهنتكلم عن كابتن مدحت عن ماتش الأهلي وسموحة. وأنا بقول دايما إن الفريق الكبير اللي بيقدر يلم نفسه بسرعة، اللي يقدر إن هو ماتش صعب وخسارة نقاط إن هو يقدر يرجع مرة تانية. تمام. طبعا الأهلي كان عنده مباراتين جامدين ورا بعض، ميدو بيراميدز أو سموحة بره ملعبه. انا كنت متوقع النهارده ان المباراه تبقى صعبه جدا على النادي الاهلي في شكل سموحه الفتره اللي فاتت اللي احمد سامي كان عامله. يعني احمد سامي كان ماشي من ضمن المدربين اللي انت ذكرتهم من انجح المدربين في الدوري الممتاز السنه دي، هو حميد بسون او علي ماهر الصغير بالذات اللي طالعين اللي شغالين. انا كنت متوقع سيناريو ثاني خالص، يعني لغايه الدقيقه 40 قبل الهدف الاهلي مضيع جونين، الاهلي مضيع فرصتين مهم، جونين في جول حلو قوي بتاع حسين الشحات ده لو كانت حسب كان هيبقى احلى جول في الدوري. يعني هو مضيع كمان مضيع جونين كمان يعني قبل الهدف خالص. الاستحواذ استغربته لان كنت متعود من سموحه اللي انت بتلاقي نص الملعب عنده بيقدر يسيطر على مجرى المباراه، يستحوذ عنده لعيبه في نص الملعب بتقطع كويس قوي، تستخلص الكره كويس قوي وتباص كويس قوي. بس هو دايما احمد سامي بيسيب الاستحواذ للفرق الكبيره. لا انا يعني دايما انا بتكلم في نص ملعب سموحه عنده كان عنده نص ملعب بيلعب على الهجمه المرتده بيقطعوا كويس قوي الاستحواذ، يعني بيعرفوا يستخلصوا الكوره وينقلوا كويس. النهارده لقيت سبيس مساحه كبيره جدا بين الخطوط، دي حاجه. في ثغرات كبيره جدا في خط الديفنس لفريق سموحه النهارده بين الباك، يعني الباك ليفت والسرد باك والعكس. تمام. الاستحواذ النهارده لما تيجي تبص له تلاقي 39 ل 61 طول مجرى المباراه. النهارده انت بتتكلم في 4-0، لا كانت المباراه ممكن تخلص 5 و6 مرتاح. جابولي تويتت المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه النهارده بعد المباراه. الاهلي نازل بعد الدرون اللي حصل المباراه اللي فاتت رغم ان هو كان كسبان لاخر دقيقه. تمام. النهارده نازل عايز ياخد الثلاثه بونت، يعني في هدف ونزل حقق الهدف دوت. رد الفعل من سموحه ما كانش موجود. يعني الاهلي لما اشتغل رد الفعل من الناحيه الثانيه ما كانتش موجوده خالص اثناء يعني في 90 دقيقه. اشتغلوا بس ما يعني ما فيش رد فعل، دي حاجه. تاني حاجه ميدو ان انت النهارده احمد سامي طبعا يعني احمد صديق ليا ونفس الجيل عنده مشكله كبيره جدا ان كل مباراه دلوقتي كمونه بيلاعب شريف رضا باك ليفت. يعني شريف رضا على فكره ميدو وينجر قدام بقاله دلوقتي، يعني انا شايفه بقاله فتره كبيره بيلعب باك ليفت باستمرار. طب ما انا اشتغل بسردي باك ثالث يكون عنده نفس الامكانيه بالذات في الماتشات الكبيره ممكن ان هو يوقف لي في الحته دي بالظبط. نفس فكره حماده طلبة مثلا يعني برافو عليك يعني اشتغل بسردي باك ثالث حتى لو انا ما عنديش امكانيه الباك ليفت اللي هو يقدر يقفل لي مباراه او عندي اصابات عندي انا ممكن اشتغل بسردي باك ثالث في المباريات الكبيره قوي. انما انت النهارده انا شايف ان شريف رضا اتظلم وحتى النهارده اتصاب وطلع لان بيعمل مجهود مضاعف. يعني شريف رضا لان انا كنت في سموحه ماسك سموحه عميده شريف رضا في التلت الهجومي من الناس الممتازه جدا وهايل مش باك ليفت يعني خالص هو وينجر واحد على واحد بيعدي وسريع. النهارده انت لما بتظلمه تحطه في باك ليفت دي بتعمل مشكله ليك ومشكله خط الديفنس بالكامل، وبالاخص النهارده ان ديفنس سموحه ما كانش في حالته. يعني فريق سموحه كلها ما كانتش في حالتها، عدم توفيق لا ما فيش اصلا عشان اقول عدم توفيق. طب ايه تفسيرك يا كابتن سمير ان فرقه يخش فيها 3 جوان في 5 دقايق؟ يعني انت النهارده ماشي اوكي الاهلي بدا الماتش بشراسه كبيره على الماتش اللي فات وكان افضل وضيع اجوان وجون دخل وما اتحسبش كل الكلام ده كله، لكن انت فضلت لغايه الدقيقه 40 ماسك نفسك متعادل 0-0 مع الاهلي، بتفسر بان فرقه يخش فيها 3 جوان في 5 دقايق، هل ده عدم وجود قاده جوه الملعب يقدروا يلموا نفسهم؟ هل ده رد فعل بطيء من المدرب؟ تفسيرك ايه؟
دوافع النادي الاهلي كانت اقوى من دوافع سموحه النهارده، لان هم كان في مشكله جامده جدا للجماهير الاهلاويه وفرقه النادي الاهلي وموسيماني والجهاز الفني بعد التعادل المثير امام بيراميدز 2-2. فالنادي الاهلي صعب ان هو يتعادل ماتشين وصعب ان هو يتغلب ماتشين، دي من عاده او سمات لعيبه النادي الاهلي ان هم عندهم دوافع جامده جدا، يقدروا ان هم لما بيحصل تعثر بيرجعوا نفسهم بسرعه جدا. وبالفعل ده حصل في اوضه اللبس، موسيماني قال لهم انا بتحمل التعادل حتى لو هزيمه، زي ما انا ببقى فرحان وبكسب لازم اشيل الضغط من عليك، وده نقطه مهمه جدا للمدير الفني. النهارده انعكست ايجابيا على لعيبه النادي الاهلي ان هم يقابلوا فرقه سموحه من بدايه المباراه بدوافع عاليه جدا وعايزين يكسبوا المباراه. اول 35 دقيقه قبل ما ياخدوا الدرينك البريك النادي الاهلي ما كانش مقدم احسن حاجه، لكن من الدقيقه 40 ل 45 او من الدقيقه 35 للدقيقه 40 ابتدى النادي الاهلي يبقى احسن، جاب 3 اجوان في 5 دقائق، فدي دوافع لعيبه النادي الاهلي. استغل اخطاء لعيبه سموحه او الديفنس لعيبه نادي سموحه النهارده شريف رضا ورجب نبيل ومحمود البدري وطاهر طاهر. طبعا انا شايف ان هو احمد سامي النهارده زي ما انت بتقول بيسيب الاستحواذ للفرقه الكبيره وهو يبدا يلعب على الكونتر اتاك او يستغل هو المساحات. هو باني فرقه كده، هو باني فرقه سموحه كده النهارده، كان بيلعب سرعات عبد الكريم وادي وكابو النهارده فرقه سموحه كانت خارج نطاق الخدمه لسببين. انا بضغط ضغط عالي على النادي الاهلي من فوق، ودي صعب جدا ان انت اللياقه البدنيه بتاعتك هتقل، مش هتقدر تستحوذ، مش هتقدر تجيب جوان بدري، النادي الاهلي كان فايق، فكل دي امور مش هتقدر تستفيد منها او تطبقها مع فريق كبير، فاثرت على دفاعات النهارده رجب نبيل ومحمود البدري من اخطاء استغلها محمد شريف والشحات وطاهر، وضربه الجزاء اللي هي كانت فيها غشوميه شويه من البدري اللي جابها علي معاه. انا يعني عندي راي، ما اعرفش انت رايك يا كابتن مدحت، ان فرقه الاهلي ما ينفعش ان انت تلعبهم بالسرعات الكبيره اللي موجوده اللي اتكلمنا عليها الفتره اللي فاتت، ما ينفعش ان انت تلعبهم بضغط عالي وخط فنس متقدم، لان هياكلوك في السرعات في كل حاجه في ظهرك. انت عندك النهارده، معلش مع احترامي يا كابتن مدحت، معلش يعني مش هخليكم انتوا تقولوا كده، لكن انا هقول لكم كده، انا راجل بقيم بتفرج على الدوري المصري من انا عيل صغير يعني ممكن من سنه 89 و90 وانا بتفرج على الدوري النهارده. لا سبتوا، انا هتكلم في نقطه ممكن انتوا تخجلوا ان انتوا تتكلموا فيها. النهارده مفيش في الدوري المصري المدافعين العظماء قوي اللي كان زي زمان، اللي يقدر يستحمل ان الناس بتجري في ظهره وعنده الموبيليتي ان هو يلف ويجري 30 40 متر، مفيش الكلام ده. مفيش والتوقيت. فالنهارده ما لعبش خط ديفنس متقدم مع الاهلي، وما اروحش اضغط فوق على الاهلي مع السرعات اللي موجوده. على فكره اقول لك حاجه، من سنتين ثلاثه ممكن انا بلعب الاهلي ممكن اعمل كده، مش عندهم السرعات اللي تقدر تقلقك في الحته في الحته دي. ما هو ميدو برضو خلي بالك، ما ده اللي احنا بنقوله وانت قلته قبل كده انت وسمير دلوقتي ولسه بياكد عليها سمير، مش اي تيم بلعب قصاده كده. دي اول حاجه. انا النهارده يعني انا مش متذكر بالظبط سموحه كان بيلعب الماتش اللي فات مين قبل النادي الاهلي، تمام؟ النهارده انت بتلعب النادي الاهلي اسماعيلي ضرب ثلاثه وعلى ملعبك يعني انت دلوقتي على ملعبك عايز ايه من المباراه؟ يعني الثلاثه بونت ولا البونت ولا يعني اكيد بتبقى انت عامل سيناريو لل 90 دقيقه. النهارده انا بتفق مع سمير وقلتها قبل سمير، النهارده فرقه سموحه ملهاش هدف، يعني مفيش هدف النهارده فرقه سموحه ميدو ان هو تنظيم او اثناء ال 90 دقيقه. انت ايه السيناريو؟ انت عايز ايه؟ يعني انت بتتكلم في الديفنس، انت انا طب اطلع بالديفنس ليه؟ وهاجم ليه وانا عارف ان الاهلي عنده الاطراف بالذات الونجار تمام سرعه جدا. لا وبعدين النهارده الراجل الباك رايت طاهر ده طاير بيلعب وينج ده على طول. ما دي كانت مشكله خلي بالك، وعشان كده بقول لك لما كان بيطير لقدام وعندك شريف رضا الناحيه الثانيه يا ميدو كانت صعبه جدا بالنسبه لرجب نبيل والبدري، كانت الضغوط عليهم عاليه جدا وبالاخص مساحات كبيره قوي ونص الملعب بعيد ومش في الحاله بتاعته. هل نتيجه